عليكم كبيتات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده يا رب. المقدمه ديال كل فيديو، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم النهار ديالي. مشيت قدي التقديه اللي خاصها للدار، واحد الخريجه خفيفه طريفه، قلت غادي نشارك معكم ان شاء الله هذا الفيديو باش ما عطى الله كما كنقولوا. مهم البنات هنايا تغدينا في لابخي ميدي، خرجنا مشيت نتقدى في اسواق السلام، داكشي اللي خاصني. البنات درت لكم على برا غير لقطات حتى ندخل ان شاء الله للدار ونشارك معكم التقديه كامله ديالي. البنات انا غير كنبغي نشارك معكم اليوميات ديالي شنو فيهم. الحمد لله كل واحد خيرو في دارو، ماشي كنبغي نوري شنو خديت ولا شنو ما خديتش، زعما الحمد لله كل خير في دارو، كل واحد شنو كيبغي، كل واحد شنو ما كيبغيش. كي اللي نقدر ناخد انا شي حوايج اللي الانسان ما كيبغيهمش، اولا زعما الاذواق كتختلف. انا فقط كنشارك معكم اليوميات ديالي، هذا علاش. المهم هنا البنات انا كنت في الطريق غندير لكم واحد الطله خفيفه ظريفه هانتوما كوكو. كنت الشمس حاره، عرفتي البنات خفانه هاد لي الايام، والله مريضه بزاف. الحمد لله على كل حال كنت خفت دغيا، مابقاش عندي الجهد، ما عرفتش واش عندي فقر الدم ولا شنو عندي، ما بقيتش قادر، ما كنقدرش حتى كنهضر بزاف، كنت نهاد عرفتي، ما كنقدرش حتى نهضر بزاف. والمهم الناس انا دخلت الاسواق سالان، تقديت داكشي اللي خاصني، درت لكم واحد الدويره خفيفه غير هكا، ما وريتكمش هنايا شنو خديت. انا مع الدخله جيت هاد البلاصه، جيت عزلت فيها داكشي اللي خصني ديال الروز، بغيت الروز ما لقيتوش الصراحه، خديت الشوفان والعدس وداكشي وصافي. هنايا سخفت صافي عشي، ما جيت في نسالي غير هاد شويه اللي تقديت، ما تقديتش كلشي لان ديجا عندي شحال من حاجه في الدار، ما تقديتش كلشي، تقديت غير داكشي اللي مهم اللي خاصني. اما باقي عندي شحال من حاجه من الشهر اللي فات، داكشي ما خديتش كلشي وصافي. هنايا من بعد رجعت للدار، لبسنا حوايجنا انا وماما وحماتي وراجلي وخارجين، قلنا غادي نمشيو لتغازوت. الجو كان فن غزال، قلت والو ما غنجلس اليوم في الدار. مشينا دخلت للدار، صلينا العصر، بسنا حوايجنا وخرجنا، مشينا طلعنا لتغازوت، كان الجو كيحمق، جلسنا درنا الكوتي تما كما كتشوفي، شوف واحد الكليسه شوف كتحمق، عرفتي هادشي. الجو كان غزال ما شاء الله، كانت ما كانت الشمس، كانت الضبابه في العشيه، نزلت واحد الضبابه، واحد البريد شحال زوين. وصافي شاركت معكم الاجواء، شوفوا الناس كتعوم. عرفتي كنقول سعدات وما كانت تكون انا مشيت تبشلخت معاهم، ولكن انا صراحه ما عنديش مع العمر في البحر، ما كنعرفش نعوم بزاف في البحر، كنقول غندخل البحر غنتخنق غنموت. غنغرق. المهم البنات صافي جلسنا عشنا اللحظة وجمعنا شوية، ضحكنا شوية. أنا جيت طليت عليكم، شوفوا أنا ديما حاطة راسي على يدي صافي، ديما سخفانة الله يحفظ السلامة، ما عاد مالي. وصافي هنا راجعين للدار، شوفوا الدنيا كي دايرة، عرفتي الجو غزال البنات. هنا صافي طاح الظلام، بقات تسمع فيه هاد اللوين غزال زريرق مع الضباب. وصافي هنايا غادي ندخل للدار، حيت غادي نشارك معكم اشنو درت، ونشارك معكم داكشي اللي استفدت كامل ديال التقديه، وواحد الوصفه درتها خفيفه ظريفه غنشاركها معكم حتى هي، وربما تعجبكم. ايوا ان شاء الله نتمنى الفيديو يعجبكم، تفرجوا في الفيديو حتى الاخر هكا بدات، ما تنساوش ديال لايك وكومونتير زوينين بحالكم. والمهم هنايا دخلت للدار، استفدت لكم التقديه اللي تقديت فوق البوطاجي باش نشاركها معكم، باش تعرفوا شنو خديت. المهم الناس اول حاجه غادي نبدا لكم بها هي لي بات. انا كناخذ هادو كيعجبوني بزاف، كيجيوني خفافين ما تقالش، خديت غير دوك الصغار لان انا بوحدي كناكل لي بات في الدار، راجلي ما كياكلهمش. وخديت خمارات ديال الحلوه، خديت جوج باكيات حمرين جوج بيضين، انا كنستعملهم بزاف البنات، انا ضروري انا كل عشيه كنخربق شي حاجه، ومازال كانوا عندي شي وحدين اخرين. هاد الصابون لقيت فيه برومو، ما عرفتش علاش حتى جيتو، المهم جبتو انا. شوفوا البنات في واحد القاعده، ما يمكنش تلقى شي برومو نفلتو. خديت هاد ماجيكس ديال الفاني، كيعجبني كنغسل به الماعن، وخديت هذا لقيت برومو حتى هو فيه جافيل وجوج قرائد ديال ثاني كروا حتى هو خديته. وهنايا العشق ديالي العشاء السريع. المهم البنات بالنسبه للفلان البنات انا كناخذ ديال ايديال واعر،
غزال وسخ، عرفتي هذيك الكحله البنات ديال الشوكولا نوار، ويلي ويلي كيحمق والله. المهم خديت الطون والمايس، مايس نورمالمون كناخد كبيره، ولكن خديت غير هذوك الصغار. انا خديت زبده فاميلي البنات، هي اللي كتعجبني في سميتو في المسمن وداك الشيء اللي على حسب العجينه. خديت كونفيتور ماتيش هاد الحك، هذوك خديت غير الصغار اللي انا ديجا بقاو عندي في الثلاجه. هنا كنور خديت ثلاثه انواع، وخديت هاد صوص بيشاميل. البنات خدوا العاديه، ما تاخدوش الفرماج، الفرماج خايبه، العاديه الزوينه ديال ايديال حتى هي فنه. خديت كيتشوب مايونيز، هادي كنحتاجها لي سالاد. هاد شامبينيون خديت غير وحده، انا ديجا باقيين عندي وصافي. حتى الزيت حتى واخديت فيه غير هادي ديال جوج يترو، انا باقي عندي شويه، كنت واخده ديجا ديال 5 يترو. وهاد البنات هاد الكونفليكس حتى واخديتو نجربو، انا ديما كناخدو ولكن ما كناخدش نفس الماركه، كنبدل. هذا لقيت فيه بروموسيون خديتو، خديت هاد لاباط ديال البيتزا ديال الكومبلي القمح، زوينه البنات واعره. وخديت بلاستيك حاجاكم ديال الزبل ديال ايديال، اعوذ بالله، بلاستيك ديال الزبل ديال 60 يترو، سمعوا ليا. المهم البنات هاد جلدوش حتى هو بغيت نجربو، زوين عجبني، لقيتو بروموسيون. خديت الخل تاعو لقيت فيه 3 بروموسيون. هاد الشوكولاتة البنات خديتو بغيت ندير بيه واحد الوصفة، غنوريكم شنو غندير بيه. وخديت هاد كوكين كريم كندير بيها لي بات، صافي هادوك ساشيات فيهم العدس واللوبيا والشوفان. مهم جيت بديت كنستفاد داكشي. هنا خديت هاد التوبينات اللي كنت ديجا واخداهم من صاغا، واعرين، كنت لقيتهم، كنت مشيت لصاغا ولقيتهم عجبوني، كندير فيهم لي بات والعدس اللوبيا داكشي كامل. ومازال بغيت ناخذ منهم ان شاء الله، قلت غادي نمشي نزيد ناخذ منهم بزاف. ديجا انا التوبينات ديالي والبانيوات وداكشي واخداهم من صاغا، حتى هاد الصغيورين هادي درت فيها الخميره، الاخرى هذيك الغوز درت فيها كنور، ها نتوما شفتو هي خديتها من صاغا، زوينه زوينين البنات، ولكن مازال خاصيني، مازال ان شاء الله خاصيني. هادي درت فيها الشوفان، انا البنات متحمش نخلي الميكاس، الميكاس كيديرونجيني، كيعجبني كلشي يكون في البواطه ديالو باش كلشي يكون مستف، كاين شي حوايج كنخليهم في الميكاس. هنايا بديت كنستف السلعه ديالي، بنات دايره واحد التروار حاطه فيه سلعه نتوما كيما شفتو، حاطه كلشي، المايس مايونيز، المايس شامبينيون، شفتو شحال تقضيه باقا عندي من الشهر اللي فات، عندي الكلاص النشال الفلون الفاني اتاي داكشي كله ما خديتوش. هذا المجر الثاني دايره فيه لي بات كنور، هذا توبينات صغيوري اللي دايره فيها الحلبه، اللي دايره فيها السانوج، اللي دايره فيها الخميره، اللي دايره فيها حب رشاد وهذا خاص بالحلوه، بسنيده سكر خمارات شوكولا دوك لي سيركل مدلك كلشي. هذا خاص بالداكشي اللي في البلاستيكات، اللوبيا الزريعه حبوب الهيل الاعشاب ديال اتاي، المهم كلشي دايره بلاستيكات ديال اللحم وحطاهم تما. المهم البنات هادي هي الوصفه اللي غنقول لكم، هذا سليلو اللي درت في رمضان، شاط ليا فيه هاد شويه، هو يشرب كلشي ديك الزيت مبقاش بغى يتكال ليا صافي. انا ما عنديش معاه بزاف، فيه اللوز فيه الكركاع عرفتي غزال، والله الا درتو انا وماما على حقو وطريقو. شاط داك شويه شرب، اش من درت، شديت الشوفان طحنتو حمرتو وطحنتو، زدتو عليه، زدت عليه الكركاع، زدت عليه كاوكاو، زدت عليه اللوز، عندي كانت عندي شويه الفاكهه حمرتها في الفران بيستاش حتى هو، زدت عليه هذاك الفاكهه كامله فهمتني، وهذا الكركاع، وشتو وريتكم اللوز وريتكم الكاوكاو وريتكم داكشي كامل. اش ما غادي ندير ليه، غادي ناخذ الشوكولات غادي نزيدو عليه وغادي نعجنو. ها نتوما هنايا هادي السطيله جديده اللي شريت، كاين هذيك السطيله القديمه ديجا كنت مخلطه فيها واحد شويه وداقو، انا هادشي كنديرو لراجلي، انا شي بنات ما كناكلوش حيت كيغلط، انا ما تيعجبنيش، هو كيدير لاصال وكيدير سبور كيعجبو هادشي، انا ما كناكلوش لانه كيغلط مره الا كليت شي وحيده. المهم هذاك عجبني، دقت منه وعجبني، قلت صافي داكشي غادي غنجيب الشوكولاط ونعجنو كامل ندير فيه كويراز، انتما غتشوفو النتيجه النهائيه. زدت عليه داك الشوكولاط عجنته كله ودرتو في سكار كلاسي سبيسيال ودرتو في توبينو وزدت عليه الكاكاو. المهم بنات كيجي زوين، الا عندكم سلو ما تضيعوش، ديروا لي نفس الطريقه وعطيو رجالتكم ووليداتكم ياكلوا. هذا الفلون درتو كنتسناه يبرد عاد نديرو في الثلاجه. وهذه هي نهايه الفيديو، شاركت معكم النهار ديالي من الاول حتى الاخر، ما تنساوش ديروا لي لايك وكومونتير وتشتركوا في القناه البنات اللي ما مشتركينش. يلا وتهلاو في راسكم، تلقاو فيديو جديد، بيزو.